هو إيه اللي هيحصل في اجتماع المركزي اللي جاي؟ وإزاي قراره هيأثر على الأسعار؟ أسئلة كتيرة بيسألها ملايين من الناس قبل أيام من اجتماع المركزي اللي هيحدد فيه مصير الفايدة. واضح كده إن الاجتماع اللي جاي هيكون فيه مفاجآت كتير هتأثر على حركة السوق والأسعار، بس في حالة واحدة بس. وعلشان تعرف إيه اللي هيحصل في اجتماع المركزي ومصير أسعار الذهب والدولار والسلع بعد قراراته، يبقى تابعني لآخر الفيديو وأنا هقولك. خلاص كلها أيام والبنك المركزي يجتمع علشان يقرر مصير سعر الفايدة، وطبعاً ناس كتير مستنية القرار ده، خصوصاً إنه هيأثر على أسعار سلع كتير وكمان على الذهب والدولار. علشان كده ظهرت توقعات كتير من البنوك والخبراء عن قرار المركزي، ولحد دلوقتي محدش عارف إيه الدنيا، لأن في 9 بنوك استثمارية توقعوا إن يتجه البنك المركزي لتثبيت أسعار الفايدة من غير تغيير، وده بسبب تحسن الأوضاع الاقتصادية وتراجع وتيرة التضخم. ومن ضمن البنوك دي زيلا كابيتال ونعيم المالية وبلتون القبضة وسي آي كابيتال. وهنا أيمن ياسين الخبير المصرفي والرئيس التنفيذي لشركة بيزنس كوميونيتي للاستثمارات المالية، توقع تثبيت الفايدة خلال اجتماع مايو الحالي مع إقبال البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفايدة خلال اجتماعاته المقبلة، وده نتيجة لانحصار التضخم بدرجات كبيرة جدا. وقال إن المركزي المصري هيخفض أسعار الفايدة ما بين 1-2%، وده بسبب انخفاض مستويات التضخم ومعاها كمان تراجع القوة الشرائية وتعرض السوق لحالة من الركود والكساد، بجانب إنه ما ينفعش رفع أسعار الفايدة في الوقت الراهن لوصول البنك المركزي لأعلى معدلات الرفع خلال القرار الأخير. بس السؤال هنا هو إيه مصير أسعار الذهب والدولار بعد قرارات المركزي للاجتماع اللي جاي؟ عمرو مقربي عضو الشعبة العامة للذهب والمجوهرات شايف إن أسعار الذهب عالمياً هترتفع بسبب توتر الأحداث السياسية، بس ده مش هيأثر على الأسعار المحلية، لأن سعر الذهب في مصر بقى يخضع لثلاث عوامل، وهي سعر الدولار والعرض والطلب وكمان سعر الذهب عالمياً. وفي حالة استمرار الإقبال الضعيف على شراء الذهب وتراجع كمان سعر الدولار قدام الجنيه المصري، ده هيعوض فرق ارتفاع السعر العالمي. أما بقى بالنسبة لمستقبل الدولار، فسهر الضماطي الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر سابقاً قالت إن التدفقات الدولارية في الفترة الحالية هتخفض سعر الدولار لمستويات الـ 42 لـ 45 جنيه، وده وفقاً لآليات العرض والطلب. وقالت إن الاقتصاد المصري مستني تسليم تمويلات بمليارات الدولارات، وده خلال العام الجاري على خلفية اتفاق الحكومة مع شركات التنمية زي صندوق النقد والاتحاد الأوروبي وكمان البنك الدولي، وقالت إن السعر ده مش هيتعارض مع آليات سعر الصرف المرن. بالنسبة بقى لأسعار السلع ومعدلات التضخم، سارة سعادة كبير محللي الاقتصاد الكلي في شركة سي آي كابيتال كانت شايفة إنه هيكون في انخفاض في معدلات التضخم بسبب خفض أسعار سلع الغذاء الأساسية، خصوصاً إن الفترة اللي جاية مش هيكون في أي مواسم علشان زيادة الأسعار، وتوقعت تثبيت أسعار الفايدة خلال اجتماع المركزي القادم واستمرار تراجع التضخم علشان يوصل ل 30% خلال الشهر الحالي، وبيتراوح بين 25% ل 27% بنهاية العام الحالي، بس ده لو ما صدرتش أي قرارات لتغيير أسعار الخدمات أو السلع الأساسية. ودلوقتي قولنا توقعاتك إيه عن اجتماع البنك المركزي اللي جاي؟